بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حابب بس أحكي اليوم إنه مركز حقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمة وإلكم دور أساسي في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمهم تستمر جهودكم في هذا الاتجاه إن شاء الله، وأي شيء مطلوب منا نحن جاهزين نساعدكم. أنا تابعت النقاش عن قانون الجرائم الإلكترونية وحبيت أؤكد أنه مكافحة هذه الجرائم مش لازم تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم واعتقادات سياسات العامة. أنتم عارفين أن الأردن ليست دولة تعصبية ولن تكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك، ولكن أظن كلنا متفقين على ضرورة مواجهة الإساءات اللي بتخالف الأخلاق والقانون على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنتيجة التطبيق راح يكون العامل الحاسم في الحكم على القانون، و بالتعاون مع الجميع مراجعة بعض مولوده كما هو الحال في باقي التشريعات. أنا وجهت رئيس الحكومة بمراجعة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.